كنزي انت في 11 سنة او هتتمي 11 سنة؟ فاضل 8 ايام على عيد ميلادي. اوه 11 سنة جميلة. مواليد انت بقى برج الحوت. حوت. فنانة برضو فنانة. ايه عملتي اوديشن ازاي للمسلسل ده؟ يعني لا عادي زي اي اوديشن في العالم عادي خالص. متعودة. ايوه كنزي دول كانوا مرتبكين اكيد دول كبار بس كان بالنسبة لي عادي يعني عادي. طيب قولي لي ايه التشابه او الاختلاف ما بين كنزي ونيلي؟ ولا حاجة يعني مش قوي بس يعني ما فيش تشابه قوي ما بين كنزي. ايه الصفات اللي شبهك في الحقيقة؟ مثلا لما بتضايق ايه؟ زي مثلا لما عنت مع ماما كده زي ما كنت سبتها عشان خاطر كنت عايزه اروح مع عند صاحبتي يعني ابات عندها بعمل كده ساعات. يعني انت عنيده زي نيلي؟ بس مش قوي. ويعني لا ما اعتقدش ان انا شبهها 100% يعني 50% مثلا من نيلي. شفتي جمالها؟ شفتي جمالها؟ قاعده مركزه. شفتي جمالها؟ ده بيقول لك ده مستقبلي ودي بتقول لك 50% من الشخصيه. شفتي جمالها؟ بيهرجوش كبار اختيار جيد. انا عارفه ان هي اللي زقتك بس ده مش معناه ان انت كمان تزقيها. روحي اشتكي للمس، اشتكي للمشرفه، انما احنا ما بنردش الضرب بالضرب يا نيلي. اظن اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده ولا ايه؟ قالت لي تخينه فاستفزتني اكتر. ماما انا عارفه ان انا تخينه بس انا مش بحب حد يقول لي كده. وجانا بتقول ان هي بتتريق عليا وبتقول عليا كلام وحش. نيلي احنا بنحب شكلنا ونفسنا زي ما احنا بالظبط. المهم الصحه. الصحة أهم من الشكل يا حبيبتي. بعد إحنا ممكن نعمل حاجات كتير قوي. ممكن نقلل سويتس مثلا، ممكن ما نتعشاش بالليل، ممكن أوديكي فتنس مرتين في الأسبوع. صدقيني ده هيفرق معاكي كتير جدا. أنت جميلة قوي قوي قوي. أنت أحلى واحدة في الدنيا دي كلها. وانا بحبك قد الدنيا مرتين ثلاثه.